طب يا دكتور يعني ده لسه جاي لك، ده حاجات عضويه. اي مش ما انا عشان السن الكبير ده ايه اللي يخلي واحد عنده 40 او 50 مرض. او 60 مش بس يتحرش يعني بانثى لكن يتحرش بطفل؟ يعني ايه اللي بيغري، ايه اللي يغري راجل كبير ده لسه جاي لك فيه في طفل صغير يعني لسه جاي؟ لا البيدوفيليا، البيدوفيليا هو ده اضطراب جنسي الرغبه في الاطفال، ده اضطراب اسمه بيدوفيليك. البيدوفيليك الرغبه في المعامله الجنسيه مع الطفل سواء عن طريق الاعضاء التناسليه او عن طريق الصباع. ده اضطراب، هو لا يجد متعه في الحياه الا في دي. ده ليه علاقه وممكن تلاقيه متزوج وعنده اطفال. ليه علاقه بموضوع الورم؟ لا يا فندم، لا لا ده بيبدا من الصغر، حاجه ثانيه. ده غالبا اما تم التعامل معاه وهو صغير، يعني هو تعرض للتحرش وهو صغير فابتدى يعملها، هو سن 14 15 سنه في اطفال الاسره كبرت معاه بتهدي اللذه بتاعته، لا يجد متعه. خد بالك احنا عايزين دايما الناس تفهم الاضطرابات الجنسيه، الناس بتفكر باسلوب المضطرب، مش بيفكر باسلوبي ولا اسلوب حضرتك ولا اسلوب حضرتك يا استاذ اسحاق، لا ليه اسلوب تاني هو يجد متعته في ذلك. انا عندي كاتيجوري للاضطرابات الجنسيه، انا عامل موسوعه ومنزلها على الانترنت. الاضطرابات الجنسيه دي كل نوع ازاي شكله، يعني واحد لا يجد متعه غير ان اسف يلمس واحده، هي دي متعته. لو جبت له واحده قلت له ادخل معاها جوه يقول لك لا ما خلاص شكرا انا لمستها، هي اللمسه دي بالفروتينيزم ده، انا مش عايز غير الاحتكاك ده وانتهينا على كده. واحد تاني زي عبد فؤاد المهندس كان عمل فيلم بتاع الاحذيه، انه هو ما يجدش متعه غير لما يمسك شنطه حريمي او حذاء حريمي او ملابس حريمي. ده حقيقي يعني ده موجود، ده اضطراب. في واحد ما يجدش المتعه ويحقق الرغبه الجنسيه بتاعته غير لما يلبس ملابس حريمي. ده بنشوفه، ده بنشوفه بنشوفه بره مصر يعني. الموضوع ده يقول لك فلان بيجي بعد ما بيخلص شغله العادي على اخر اليوم يلبس ملابس حريمي وينزل. هي دي متعته.